الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب النكاح كتاب كيني وحين كسو جرني عمدة الأحكام كتاب النكاح نكاح كتاب كيسي ويان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حوارنا يا رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحي يا معشر الشباب سيقار النبي عليه الصلاة والسلام والله الله يا أمدا قيب كمدا تاسو أه قيبتا لن يرضى رقي الضمر به خاصة قولينك مسؤولك النقون يا رقا يا معشر الشباب عبد الله وحي يرني رسولك عليه الصلاة والسلام مركو هذا الكالها وحانو أهين لن يرو مهاجرين هو قحوتي أه مقال هذا مدينة يمت أي سيقار النبي هذا الكوغو جهي سلوات ربي والسلام عليه مركا أيو النبي وحكير عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب وركولا كان للي رضا أهو من استطاع منكم الباءة كيني أوذا من استطاع كيني أوذا ومنكم إذن كإذن كم إذا الباءة بأذ قفك أوذا بأذ اللقاء عربي قام معاني بضان بيلا ذا يوحى كم إذا أصل كيد وجماع لكن وكناية جماع يوحى اللقاء عبر قاتي قورك قفك أوذا حي لي أصل وحاو أهقورك وقوشوي إن اللبقف وحرام كلا أهابا إسو حلال نقونايا وهي حلال إسو نقونايا أنا أصل كي قندقة أو حويان وقوغش ميرها للربين يكسو بحان وحي كايمان يسوى قوغش وذا نولانشو وحي كايمان يسوى قوغش مركة تيبا النبي قوكه الله عليه الصلاة والسلام أولي هاي من استطاع كيني أوذا ومنكم إذن كإذن كم إذا الباءة بأذ قفك أوذا وأذ بمعنى النكاح ويان يقورك كي أوذا فليتزوج هقور سدو فإنه قورك أغضو اللابا البصر إنه اللابا ومعنى هو محي قفك إنتو ننقور سنن وهنقل تاقية إن لها أتاقن تيك عذاب وتيسي معنى لكن ما لنتو قور سدو وإن لهب اللابانيا أغضو مركو اللابيا للفرج للبصر وأحصن ونفيس بؤية هي إلال للفرج فرجي بؤية هي حبنتي تران كان إلال بؤية هي حيالي تمر كوا اسكو ودا ميد ميد با الهي كسي سبحانه وتعالى تاسد كغا كافتو ميسا وخي كلو اودن ومن لم يستطع كان نغور اودين مرك ها حل ونقنيا اسغنا انه وا رغن لاله لي ودا قحوتي وياني فعليه بالصوم بالنبي غير وحا لغا ربا ان صونت فعليه كركيسا وحا اه دوديسي وحي نقنيسا حلكيسي وحو نقنيا بالصوم انه صومه فانه صوم كو هدبا له اسغو وجاء تيد بو يحي حجاب بوئيها أستر بوئيها حيا لي قفك بن آدن كامركو وحعنو غريزة دي سيبا كعيس نياد دي سيبا كعيس نفتي با هوونيسا لكن هدو سومي هاي اونا وحبا عنين او عاوة عنا دي سياراتو او بري عنا دي سياراتو قفك علوشي مبولاد دقالام يا مرك هوا دي كلاكا قو عيسا سيدا درت هدو مرك النبي قوحو ليه فعليه بالصوم فإنه له وجاء صوم كيساقا فإنه صوم كي له قفك وحي ويهي وجاء تيد بويهي حجاب حمانتي بكور استاقيا مرقى حديثك وحديث هذا النفع بذن النبي قلنا عليه الصلاة والسلام أمدا انت هذا لن يرد كليون الله اللي قور كنا وشيق كلي الإلهي أقول هذا سبحانه وتعالى شرع هذا الإسلام كنا ينوت المانتين لغو ترمكرايو دريق كلو بن آدم كوكو ترمكرامالا مرقى سيدا درت هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك لدوني يأني بلشدي أمدا بضيان سيقار الله اللي meesha dhinaca kale hadalba u dhacaya dadkii waalidka ahaa oo ah war shabaabkii u guuriya
معنه إيجانا وهدينا وحبه يسنين هلا كالميو إلهي با وحسين دون سبحانه وتعالى حتى يغنيهم الله من فضله إلهي با فضله يسو كدقي دون جل وعلا إذنكو كالميو إيانا الله أرانين أذوك الشقيسو بح قفكي إنتو كالشقيسان يئينو السوق وهول دير بين نقونيسا تام معنى هدونا وحايتا هاي مركز شباب كنقور السدان فوائد بذنبا كدلت كو قفكي أول ديرين يدن يرضها وكدقيا حسلوني بك قاضية ومسؤول بدريمية كي أول دقنانة وسيد دقية مسؤولية وين بدريمية ومركة حاصو يش مركو أوبد يشان كما بسي جرتبة حيا لغفكي وحلق الدونية إنو إيجي ورزقي الراديو إنو إيجو هوشو ديق قالو عرورتي إنو نلوشو ديق قبطوبة لغ الدونية وحاصو إذل حاسكي وحيو إذل مركة قفكو قف مسؤول أهبو النقونية تكلنا أمدي تكاثر مع نعيسة والنبي عليه الصلاة والسلام دردارا كيسيبها فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ما لنت قيامها وحان إذن كقفان يا أمضها أولا تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ورقور سدك هو الضمر كأهير للايا إرقنا إسجعلي سينت بضان لي محايا لي أنه بدني دينا كفان يا ما لنت قيامها معنى وأمد النبي عليه الصلاة والسلام هديك النبي الراعي صلى الله ربي وسلامه عليه الدريقي سير راعي كواسا لقاهد ليا هدبا دي سيدة تهيمر قولادة للدونة إينا يبديان وادان يردي سيقارو إياق أولا حد لي النبي من استطاع منكم الباء تكيني أوذينو قرسدا فليتزوجها قرسدا أمر ويان فإنه أغض قورك إساق اللابا للبصر عرقي حيا لي عرق أولا اللابا ومهم عرق حبنك لكو حرين يهي وهو أحسن للفرج ويان إلى هين هو إسكحر القرآن ككريم كا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ محليري فروجهم وقل للمؤمنات نمرك لقاها اللي يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن حي لي إشو وحماش أي وحكب الله ذان أرك تدعى إن إنه إسكول دعان إن إنه إسسول دويان إن وجه الله يسفره إن أفكي لقا وضحد له إن وضح هذا المركو لعد بذيت بلاني دعضه وحاسو إذل حبنت أضم بيساء مركا أيها الدني إلهي كو قبتي سبحانه وتعالى وأه حبنتي ترنك مركا سيدي وكلوي النبي عليه الصلاة والسلام وحولي هاي مركو رب وحولابا يا إنه يقع سبب النقون إيا وحارك تدي إنو حمان تعرك وقفك وأحصن للفرج سقان اللفيسي قل عدو أهو علين إيا فرجي قيويان ومن لم يستطيع قفك أن واجبك قذن كرين فعليه بالصوم صوم بأل لقدون إيا فإنه له قفك هدب الصوم كوحو النقون إيا وجاء حجاب النقون إيا إيتات وعن أنس وحلق وري رضي الله تعالى عنه ابن مالك أن النفر من أصحاب رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السراء في السر قصدني وحي أهيد قصاد عضي ووحي أهيد رقبا شاكيستي أصحاب النبي كمدة وحي راهذين النبي عليه الصلاة والسلام إلى هيوح النوسي نصيب إنا نولانو ولانو أصحابتي سين قلنو ودرجة لقاري الحمد لله إلهي بان نسيه تطبع إيمان دون مسلمين والنبي قبع أركد دونهم واكو لكن هدو دمان وحان يسوقوا دمان دوننا إن آخر الله وذا هذا كله واكو حتى النبي عليه الصلاة والسلام مقام إلهي أقيه بقاري دونا إنقونا هدينو النصيب يا النبو هدينو جنة ذكرنا صاحب نمدن أدون كالنبي قانو الله صاحبنا أصحاب النبي قانو النهي آخر مجري دون تمرك هدبا محان يا الله هدبا وحيتا إنو سورة قليسة إن أينو عمل كينا بذينا الدون كنت أينو جوغن وحبا إنو سنة دافن خيرا سي أينو هدو نصيب أقويا لأنه ميل أم كله النبي عليه الصلاة والسلام وهي هي محايا الله تانا رق تلما كامر دماتي مركاسا وحا ليري هاوين كان النبي إنو أتقنا أوه وحو النبي سي خوصي أسميه إنن إنتو كروا إنو لجوغنا إنتا بذن بنان كوحو سمينا يوان لسعنا صلاة هو مساعد كنت كنا يا والله سعنا حدوس وما يهاي مالين تي بناك والله سعنا هؤلاء صلنا وكور هينا لكن أقل كمرك وجري قالوا عذني لم يجوك تعز كيس ميعتك له مرك محوس سمي يا هلكا تاسع النجا 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 مقن تاسع ربنا هنا نوجانه وأكن مرك هؤلاء كي النبي قدام بكور هيجان مرك مرك يجري هي تجان أي عمل كي النبي عليه الصلاة والسلام الله يرى ذي إحنا جري مرك ماذا قف طبيعة قوية سحبتين بدن بويدين جرين هواين كنبي سيدا هواين كيس وحي وباهي هني يا شقذ جورج تعالى يا وحي لا يقبن جرين نبي عليه الصلاة والسلام واكو مركي أرنتي آدو يا ريستين أو يسلوجين
iyo waxay yiraahdeen intay dib isugu soo laabteen talo kale war maxay yeela waa aragnay guriga nabiga kaleey salaatu wasalaam haweenkiisi oo dhan baan wada marnay kulli waxay noo sheegeen waa wax liita weeyaan annagu xageenu ka joognaa nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahi ba dambigiisa samid hore iyo mid dambaba dhaafay hadaba maxay yeela go'aankan ay gaareen marka nin walba go'aan buu ku dhuftey saddex bay ahaayeen saddexdoodii nin walba go'aankan uu ku dhuftey waana la maqlay meel dadku ay wada maqlayaan bay ahayd marka qisadii buu inooga sheekeynayaa anna nafaran koox saddex ah weeyaan ayaa min aw min asxaabi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ayaa sa'aluu aswaaja nabiyyi sallallahu alayhi wasallam waxay weydiiyeen haweenkii nabiga can camalihi waxa nabigu sameeyo fi sirri sida qarsoon sirtu waa waxa qarsoon weeyaan gurigiisa markuu galo ee albaabka soo xidho muxuu sameeyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ma qur'aanun buu akhriyaa ma salaad buu u taagan yahay 24 saac intuu guriga ku jiro muxuu sameeyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheega bal haweenkii oo dhan bay ku dul wareegeen marka iyagoo weydiinaya nabiga waxa uu sameeyey salawaatu rabbiga wasalaamu calayh faqaala bacduhum marka markii loo sheegay lafdiga xadiidka intiisa kale wuxuu ahaa fa ka'annahum taqaaluha waxabad moodaaba sidii iyagoo yaraystayba taqliil aad u yaraystay waxay yihahdeen xaggee nabigu ka joognaa annaga hadda calayhi salaatu wasalaam faqaala bacduhum qaarkood marka waa kan go'aanka ay gaareen faqaala bacduhum qaarkood baa go'aan gaaro wuxuu yidhi laa atazawaju nisaa weligay dambaba guursan maayo oo maxaa dhacay haddaan guursado maxaa ka ratimaya waqtiga aad keligaa lahayd waa lagula wadaagaya xaaskii odaga islaanta waa weydiinaysaa xaggee xal ku soo dhaxday hadduuba soo dhaxba waaya waqtiga ay man jirta kama daahi karaysid waa lagula leeyah keligaa ma lihid hadday caruur timaadana risqi doon baa lagaa rabaa cibaade iyo risqi doonna isma galaan waa siday iska dhaadhiciyeen marka waxay yidhaahdeen albaabkaaba waa xirayaaba maba guursanayaba sharcanna ma bannaana waa laynoo tilmaami doonaa laakiin waxay yidhaahdeen khalaas mid wuxuu yidhi anigu maba guursanayaba si aan cibaade ilaahay keliya ugu go'o maba guursanayaba maxaa yeele haddaan guursado waa xaas caruur mas-uuliyad shaqadii hawlihii oo dhan adduun baan u go'ayaa ma rabo marka ina waa iyaga hore uga cabaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi markaadna kula joogno ka'annamaa jannadii naarti inaanu indhaha ku hayno ednooga warramayso laakiin marka aan aqalka tagnay haweenkii caruurtii waa qusleenna oo kuwiiba ma nihinba naftoodii bay macnaha saluugayaan markaa marka leanna guriga marka la tago waa la isbedelayaa oo waa sidaa weeyaan markay sidaa yidhaahdeen ninkani marka wuxuu yidhi anigu weligayba guursan maayo ama anaa buu yidhi soo aniga ma aha laa atazawaju nisaa haweenba guursan maayo waqaala bacduhum mid kale hadlo wuxuu yidhi isaguna laa aakuluu allaxma hilibba cuni maayo anuma hilibba oola jeedaa maya oon oo dhan ba oola jeedaa wax afka la geliyaba may oo macnaha waa maxay waaba soomanaanaya maalin isoo martaa ma jirta ilaa waa soomanaanaya maalin walba waa soomanay wixii saacaddaa ka dambeeya maalmaha xaaraamta a mooyaane shanta maalmood ee ijmaaca culimmada islaamka ay ku yihiin inta ka soo hartay waa soomanaya oo waa labada ciidood iyo saddexda maalmood ee ayaama tashriiqa shalay inooga ekaa shanta maalmood baa xaraam ah ijmaacna ku ah culimmada islaamka agtooda maalinta lixaad ee lagu daro waa jumcada keligeed in la soomaali iyada la diiday haddii maalin laga hormarinayo ama maalin laga dambaysiinayo way bannaanta marka ninkani wuxuu leeyahay isagu shanta cisho mooye sanadka intiisa kale waa soomanaanaya 360 maalmood ee soo haray waa soomanay macnuhu wuxuu doonayaa inuu cibaado keliya u go'o soonkaa ku kalaa soo haro waqaala bacduhum wuxuu yidhi laa anaamu calaa firaashin gogolba ku hurdi maayo anigu oo lafdiga kalena wuxuu oranayay habeenba seexan maayo macnuhu waa maxay gobolka ma dhacay haa cishihii ma la tukaday gurigaan tegayaa salaad baan u kacayaa allaahu akbar maalintiina waa saxaabi oo wuxuu dhex taagan yahay masaajidkii macnaha hurdadiisu waxay noqonaysaa wax aad u yar saddexdooda markay sidaa yiraahdeen ayay kala tageen marka fabalaga annabiya sallallahu calayhi wasalam dhalik warkii baa nabiga gaaray calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi hebel iyo hebel iyo hebel saddexdaasaa guryahaaga maanta guri walba way tageeno markii dambena go'aankaasay gaareen waxayna weydiinayeen camalka aad samayso markii ay camalkii yaraysteenna nin walba sidaasuu yidhi oo mid yidhaahda anigu habeenba seexan maayo maalin oo dhan waa soomanaanayaa guursan maayo saddexdoodaba sidaasay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ha laygu yeeru yiri waa loo yeeray
ummadi kale oo dhan waa jamciyay waa sida weeyaan markaas nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam marka fuulay markaas fa hamid allah wa athna alay ilahay bu ummahad aliye subhanahu wa ta'ala wa ana amanay iftitaahi uu nabiga la iman jiray buu la yimid markaas wa qaala nabiga wuxuu yiri ma baalu aqwaamin wardad maxay leeyihiin qaaluu yiri kada wa kada sida iyo sida yiri macnuhu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam caaday u ahayd oo weligiiba farfiiq ma aqoonin qofka xumaanta ama waxa laga wanaagsan yahay sameeya ama dembi ku dhaca farta kuma fiiqi jirin mana magacaabi jirin ee caado waxa u ahayd maa baalu aqwaamin war dad maxay leeyihiin dad haddii la yiraahdo ummaddii oo dhanna waa lala hadlayaa qof walba waa isaga saasaana wanaagsan dhaqan ahaan adab ahaan akhlaaq ahaan dhinac walbaba islaamig taasaa inoo wanaagsan laakiin marka la yiraahdo hebel waa noocan oo waa noocan oo waa noocan tacyiir baa la dhahaa waa ceebayn ceebaha uu leeyahay oo la sheegana kiibo weeyaan walaa yaqtab bacdukum bacda yuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta mana xantay buu ku leeyahay wuxuu yahay baan sheegay oo hadda maxaad sheegtay oo kale waa kiibo weeyaan xadiidkii nabiga inoo tilmaamayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxiixaa nabigu wuxuu oranayay kiibadu waxa weeyaan dikruka akhaaka bima yakrah walaalka waxa uu nacayo oad ku sheegto kanaa tahay keer baa tahay keer baa tahay dadka dhexdiisa lagaga caayo ama la gaarsiiyo haddii laakiin wuxuunan ahayn aad ku sheegto faqad bahadta buu nabigu oranaya waad ku been abuuratay marka waa been abuurad weeyaan wuxuunan ahayn markaad ku sheegto marka wuxuu yahay ee u dhibsanaya aad ku sheegtana waa kiibadii la sheegaya weeyaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam muunan oran jirin hebel iyo hebel wuu u yeeray iyagii ma idinkaa sidaa yidhi haa dadkii kaleoo dhan buu u yeeray khudbadii buu nabiga la istaagay calayhi salaatu wasalaam wax loo kulmiya lama oga hawshu waxay tahay lama oga saddexda qof lama sheegin anas ibnu malik waa isagan inala xitaa thalaathata nafar ama jamaaca sida lafdiyada qaarkood ku soo arooreen ana nafaran min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa ayo lama sheegin maxaa yeelay muhimadda maaha inaan ogaano qofka ee muhimaddu waa xukumka inaynu ogaano siaynu ugu camal falna annaga diinna yiraahdo waa zayd iyo camar iyo faarax iyo wixii la mida maxaa inoo faa'iidaynaysa waxba inooma faa'iidaynaysa laakiin waxa wax inoo faa'iidaynaya khaladka qofkaa galay ee laga saxay innagu seynu isaga sixi lahayn buu inoo sheegayaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa xamid allah wa athna calayhi ilaahay buu ummahad celiye waana ammaanay wa qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin war maxay rag leeyihiin ama dad muxuu leeyahay qaaluu yidhi kada wa kada sidaa iyo sidaa yidhi waxay yiraahdeen buu nabigu sheegay qofka oranaya anigu habeenba seexan maayo waa soo jeedayaa kaleh maalin oo dhan waa soomanaanayaa kaleh anigu ma guursanayo war maxay tahay xaaladoodu marka intaa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyagu yay kaga dayanayeenoo islahaayeen sow nebiga ma ahayn hadduu sheegayaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga booskuu taagan yahay buu ina tusinayaa haddaynu doonayn inu isaga ku dayanno waa kan marka iyagu inay nebiga inay raacaan bay rabeene nebiga wuxuu yidhi laakinnii hadalka haddii loo laabtase usallii anigu habeenkii waan kacayaa waa tukanayaa wa anaamu waana seexanayaa oo habeenka qayb ka midana waan seexanayaa qaybna waa soo jeedayaa ma oranaya habeen oo dhan baan soo wada jeedayaa mana oranaya habeen oo dhanna waa wada seexanayaa laakiin qayb baan seexanayaa qaybna waa soo jeedayaa waa kow waa asuumu wa uftir waa maalmahana xillina waa soomayaa xillina waa afuraya waa xadiidka anas ibnu malik waa tuu oranaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaishana way warisaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaad isleedahay maba doonayo inuu soomo maanta waa afuranya oo biri waa afuraya oo saadan buu afuranya ilaa aanu isdhahno malaha maba soomi doonaba maalmaha qaarkoodna waxaad arkaysaa isaga oo sooman ilaa aanu isniraahno maba afuri doonaba nabiga calayhi salaatu wasalaam marka xillina waa soomi jiray xillina waa afuri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam tii buu marka inoo tusinayaa waa asuumu waa soomayaa xilliyada qaarkood waa uftiru waa afurayaa maalmaha qaarkood waa tazawaju nisaa'a haweenna waa guursanayaa saddexdoodiiba soo lama radinin marka haa nabiga calayhi salaatu wasalaam intaa keliya maaha qof kale inuu soo baxuu diidan yahay marka nabiga muxuu yidhi albaabkii oo dhan buu xiray ummadda ka xiray wuxuu yidhi faman ragiba can sunnatii qofka sunnadayda nacaa falaysa minii iga mid maaha aniga dariiqayga qofka ka leexdaa iga mid maaha aniga faman ragiba kelimata ragiba waxaa la dhahaa luqada carabiga ah marna waa jacayl marna waa nacayb oo waxay ku tusinaysaa mararka qaarkood jacayl oo waa marka kelimada fi ay ka dambayso
marna waa nacayb oo waa hadii can ay ka dambeyso tani marka waa nacaybkii weeyaan faman ragiba qofka naca can sunnatii sunnadayda qofka nacee ka sii jeestaa falaysa minni iga mid maaha qofka doonaya inuu aniga isoo gaadho sunnadayda ha raaco oo aniga maxaan ahay marka waan guursaday haween oo maalin oo dhan waa sooman ahay maalmaha qaar waa afuran ahay ma habeenada qaar waa xilli baan ka soo jeedayaa xillina waan seexanaya waa sidaas weeye aniga waqtigaygii marka dariiqaasuu nabiga inoo jiday calayhi salaatu wasalaam maxallu shaahidka xadiidka loo soo qaatay waxa weeyaan qofna inuusan oran karaynin haween guursan maayo maxaa yeele waa xaraam xadiidkanana u daliil ah hadday bannaan tahay nebigu waxba ma dhahay ninka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid kale jiro aan saxiixaynka ku soo aroorina xadiidu cuhmaan ibnu mascuun in la yiraahdo oo doonayay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay oo ku yiri inaan iska waxaan doonayaa aan ka fogaado guur oo idil maaya buu nebigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay oranayaan haddii loo ogolaan lahaa rag baa isdhufaani lahaa marka hadday bannaan tahay weeyaan marka inaynan bannaanayn baa meeshaa laga qaatay وعن سعد بن أبي وقاص وحلق وري رضي الله تعالى عنه قال وحيري رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل وابا كان بحديثك سوالين عكلا رد وعلي وديد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل لفان تنكي وين لس لفانه أما إن لوغو عباد إلهي أوكلية تبتل كتاسأل لجيدة بمعنى قفك إنه يراهضه خلاص أنا قوح أن عباده سمين ما يقوروا لنوا كفقانا ما بدون يقور way dhici karaysaa qofka inuunan guursanin laa inay ilaahay qadaray baa dhici karta sidaa oo culimmada islaamka qaar soo maray baa jiro aan guursanin sheekh alislaam ibnu taymiya ma guursanin hortii waxaanan guursanin imaamu nawawi raximahullah waxaa kasii horreeyay khatiibulbaqdaadi rag badanoo noocaasaa jiray marka oo culimmo waaweyn ah ma aha inay u naceen guurka cilmi iyo diin darteeda laakiin waa qadar ilaahay wey subxaana watacaala qof baa laga yaabaa dhinacaaba inuusan ilaahay u qadarinba subxaana watacaala ku waayeeloba sidaa ku dhinto kuwa guursanaya waxba dhali maayo sidaasuu ku dhimanayaa kuwa guursanaya awlaad baa ilaahay siinaya khalqiga marka waa noocyada kala duwan weeye ashkaasha ee anwaacda ah mid walba nooc uu yahay marka walow adina lahu haduu nebiga u ogolaan lahaa cuhmaan saxaabadu maxay yiraahdeen la akhsaynaa waa isdhufaani lahayn khasiyadii macnaha waa xinintii weeyaan xininahan waa soo saari lahayn xinintaba atabatulu maxaa loola jeedaa tarku nikaaxi weeyaan guurka oo laga tago in la go'o weeyaan guurka laga go'o aan wa minhu qiila sidaa darteeda waxaa loo yiri limaryama albatuul macnaha waa maxay guurkii oo dhan bay ka tagtay guurkii oo dhan maryama albatuul alcadraa nabiyullahi ciisa hooyadii wey wa can ummi xabiibata waxaa laga wariyey binti abi sufyaan ramla weeyaan ummulmu'miniin waxay annahaa iyadu qaalad waxay tiri yaa rasuul allah ankix ukhtii ibnata abi sufyaan marka guurka inuu waajib yahay in la guursadana ay waajib tahay baan halkaa ku soo aragnay halkan dadkii laisla guursanayay baa lagu arki doonaa guurka waxaynu ognahay dumarka waa laba qaybood waa qolo xalaal ay tahay in la guursado iyo qolo ay xaraam tahay in la guursado oo macnuhu waa maxay qolona waad geysaa qolona ma geysid oo qolada aadan geynin iyaga naftirkooda kala baxaya taxriimkoodii baa wuxuu noqonayaa guurkoodii xaaraamta ahaa midana waa mu'abad oo waa weligii midana waa mu'aqat oo xilli buu ku xiran yahay dumarka la guursadaa badan dumarka inaga mamnuuca aheenan guursan karaynin ilaahay wuu inoo sheegay subxaana watacaala fii suurati nisa xurimad calaykum meesha markii laga soo bilaabay halkaasaa laga soo bilaabay dhowr iyo toban weeyaan tafsiir marka la yiraahdo nebigana waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkanna qayb ka mid aynu ku arkaynaa waa an tajmacuu bayna alukhtayn aayaddii ay sheegtay halkanna xadiidkana ku soo arooray guurkii marka xaaraamnimadiisii dumarkii layska xaaraam yeelay waa laba qaybood qolona taxriimkoodu waa abadi oo waa qolooyinkii nasabka iyo ridaaca ku imanaya wixii nasab iyo ridaac ku yimaado waa abadi weeyaan qolona waa mu'aqat oo waa wixii musaaharada ku yimaada iyo xididka oo gabadhana aad qabto walaasheed waa kaa xaaraam iyadoo tani ay xarigaagii ku xiranta ilaa inaad kala tagtaan ama ay dhimato markaa xigsiisin waa tii laysu siin jiray way kuu bannaan tahay markaa eedadeed waa la mid habaryarteed waa la mid wixii noocaasoo kale ah xidid bay ku timid marka intaa iyo wixii la mid ah wixii intaa ku yimaada iyagu waa mu'aqat oo waa xilli bay leeyihiin xilliga ay leeyihiin waa inta qoftan aada wada joogtaan
ee wada nooshihiin ee xaaskaagi ay tahay kelimad yar oo tanbiiha oo meesha ku saabsan waxay tahay dadkeena waxay yiraahdaan waa kelimad dadka Soomaalida yiraahdaan kitaabna aanan ku qornayn qof caalimina cumina culimaana u sandhihin waa caamada dadka waxaad ka maqleysa hadii ninka isagoo tii hore qabo u takala guursado tii hore baxaysay kulli meel ay ku qorantahayna lama hayo laakiin waa xaraam guur ma aha taasi waa zinawi tadambe guur lama yiraahdo waa zinawiyan maba geeyaba waa xaraam mana guursan karayo hadduu doonayo taa hore ha furo tadambe ha guursado markaa waa u bannaan tahay dhiimayna waa xaraam ma laga haboon yahay mise lagama haboono waa masale kale kama hadlayna taa laakiin sharcan ma bannaan tahay maya ma bannaana ha soo furo taa hore kadibna tadambe ha guursado oyo isagoo tii hore qaba hadduu yiraahdo tadambaan guursanayaa ka waran maya maba geeyaba guurba kuma dhacayo guurba kuma dhici karo waaya oo waa xaraam weeyaan maxaa yeelay taxriim muaqat ah bay ku jirtaa hadday dhimato laakiin walaasheed wuu guursan karaa waa u bannaanta hadday kala tagaan walaasheed wuu geeyaa waa u bannaanta marka qisadanaa dhacday guriga nebiga ka dhacday calayhi salaatu wasalaam iyaduna oo qisadan waxay ahayd ramla binti abi sufyaan umu xabiiba ayaa waxay maqashay hadal dumarna hadal ma daayaan marka laysu yimaado ninkii hebel ahaa iyo islaantii heblaayaheed ninkeedii waa guursaday iyo suuqadoona guursanin baa lagu marinayaa daban la oranin ba annagaa ka soo cunnayba waaya marka nuxnux bay maqashay ramla binti abi sufyaan oo maxay tahay nebigu waa guursan doonaa ayuu guursanayaa haweenkii weeyaan oga wada wuxuu guursan doonaa gabadhii umu salama ay dhashay hadooyadeed buu qabaan ogow oo waa kow iyaa dhalay abu salama haye gabadhaasuu guursan doonaa gabadhu saddex mar bay xaaraam ka tahay nebiga hal mar maa mar hooyadeedu qabaa waa marka labaadee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abu salama waa laba walaalo oo ridaac xagga nuugmadii waa marka saddexaadee guud ahaan marka la fiiriyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abu salama qaraabay ahaayeen ilmo abti iyo ilmo eedo marka waa wax isku soo noqnoqonaya adigu sheekadii qaaday umu salama ramla umu xabiiba yaan lagaaga hormarin oo maxay samaysay marka nebigay u tagtay calayhi salaatu wasalaam waxay tiri rasuulka allow sheekaa isoo gaartay haye waxaan maqlay inaad guursan doontid oo yaan guursanayaa gabadhan umu salama dhashaad guursanaysaa waa kow marka anigu waxaan ku wadaa war haye walaashay aniga ila dhalatay guurso waa wax lala yaabo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka warguray marka oma jeclaan lahayd buu ku yiri walaashay inaan kula guursado marka waxay tiri oo yaaba heli karaba maxaa yeelay khayr iyo wanaag weeyaan wax khayr iyo wanaag ila wadaagana walaashay baan ugu jeclahay waa caqliga saliimka ah waa caqliga saliimka ah weeyaan marka qisadanaa dhex martay aynu dhagaysanno wacan ummi xabiibata binti abi sufyaani radi allahu tacaala canha annaha qaalat waxay tiri yaa rasuul allah أنكح أختي ابنة أبي سفيان قرص الرسول كالله قصة مركة أنت ينو سوى أنه أردو ماشي ويكحت فنته حيال الرواية ذا كالات المامية أنكح أختي ولا شيء قرصه ابنة أبي سفيان آهيد فقال النبي قوي حيري أو تحبين ذلك أو سيدا مدونيسة مجعشة أرنت أنا سميه فقال دوحي تري نعم لست ما إيه بيتري لك أذيقة بمخلية ميد كلك قارن قونيس ميد أذيقة كلية كدونيسة أنيقة مي إيه بيتري وكلغي انا دو انيغا هيسن يا نبيغا مي و احب واجعلهي من شاركني قف الى وداغسدا في خير وناك اختي بان اوو جعلهي حداي بدعيس و خير الى وناغسنيا ولا شيء ما دعي صوتي تايدو دينع كلي وناغي كدورتي مركا دينع وناغا لغا دور واخ وناغسن ويان او وا مخي حداي ولا شيء الى وداغتو غريغان و النبي عليه الصلاه والسلام او غورسدو هوينيديسي اخرتنا وين نكونيسا الين yaa ba heli karaba reer naga wanaagsan miyaa jiray rasuulkii allah bay naga wada guursadee laba walaalo ah waa hadday bannaan tahayba dhinacaasay ka dhowrtay
day dumar ku dhinaca ka dhowri lahayn sheeydaanku mar kale dhinac kale iyo film kale tusa islaantan la guursaday bay arkaan laakiin waxa ay dhalayso inay iyadu dhashay oo kuwa ay dhali doonto inay ilmaheeda hiil u yihiin oo walaal u yihiin oo iyada laga yaabo inay u baxsato inay dhici doonto uma aragto qisada hadda koori soo martay way dheertahay laakiin in yar baa idin kaga soo qaadaya waxay ahayd islaam baa ninkeedii la guursaday way dheertahay ma doonayo wayna xanuun badan tahay waa qisaad oo xanuun badan marka maalintii dambe ninkii markuu la guursaday caruur bay lahayd islaantii lala guursaday caruur badan oo dilan ah bay lahayd hal ilma u baaqday wiil buu ahaa wiilkii isagoo weyn dagaaladii hadda la dhacaya waddanka ka dhacayay baa dhacay reerka intiisii kale oo dhan waa dhammaadeen wax horey u dhammaaday iyo wax xabadii laysayba yaa isku soo haray wiilkii iyo iyadii hooyadii maaha laakiin waa aayadii waaye iyadu umaynan roonayn mana aynan doonayn mana aynan rabin qisada ma doonaya inaan qaybtaa idin galo laakiin waagii dambe ilaahay wuxuu qadaray inuu hooyo u noqdo oo iyadii xambaaro oo iyadii wax walba u sameeyo oo xajkii geeyo marka qisada xajkii ku timida way iska ilmaysay waxay tiri haddaan sidan ogahay asalkaygii hore wixii ahaa ma aanan sameeyeen sidanna ma aanan yeelan oo macnuhu waa maxay inay isagii kusoo farabaxsatay maanta gablan bay noqon lahayd cidla meel istaaga marka hadday og yihiin inay sidaasoo kale ku dhacayso marka horeba ma sameeyeen imisaa sidaasoo kale ay ku dhacday aad bay u badan yihiin aad iyo aad bay u badan yihiin marka waxa ugu yar waxay tahay inay kuu duceeyaan ilmaha oo adiga ilaahay kuu baryaan oo khayr iyo wanaag ilaahay kaaga baryaan waa wax wanaagsan weeyaan marka haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam markay sidaa ku tiri faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi ina dalika laa yaxilu lii haddaba dhegayso kuwa warka aad ka maqashayna gaarsii wey ina dalika taa aad sheegtay ee walaasha inaan kula guursado laa yaxilu lii iima xalaal ah xalaal iima aha maxaa yeele wa an tajmacu bayna alukhtayni ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala marka meesha maxaad ka garanaysaa qisadani inay ka horreysay aayadda oo hadday aayadda ogaan lahayd maba aynan ku soo qaadeenba warkaana lama sheegeen qisadu marka aayadda way ka horreysay qaalat marka xujadeeda iyaduna la timid oo waxay tiri fa innaa nuxadith annagu waxaanu ku sheekaysanaa dumar haddaanu nahay annaka adigu turiiddu inaad doonaysid an tankaxa inaad guursatid ibinta abi salama abu salama gabadha u dhalay ee umu salamana ay dhashay inaad guursato inaad doonaysid baanu ku sheekaysanaa arrintaa ka waran qaala nebigu wuxuu yidhi bintu umu salama uma gabadha abu salama u dhalay umu salama hooyaday u tahayba rabiibta nebiga calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan ku yidhi nacam haa taasaanu leenahay fa qaala nebiga wuxuu yidhi innahaa low lam takun rabiibatii fii xujri haddaynan noqon lahayn innahaa iyadu low lam takun haddaynan noqon lahayn rabiibatii aniga ta rabiibka ii ah fii xajarii oo macnaha gurigayga ku jirta hooyadeed haddaanan qabi lahayn weeyaan waa ta kuwaadii xaraam ay uga noqonayso waaye taa haddaynan ahaan lahayn maa xallat lii xalaalba iima noqoteen haddaynan umu salama xaasaskayga ka mid ahayn xitaa xalaal iima noqoteen oo maxaa dhacay innahaa maxaa yeelay iyadu libnata akhii min alradaacati walaalkaygii nuugmada yaa dhalay walaalkaygii nuugmada ardacatnii ana wa abu salamata ardacatnii wa abu salama aniga iyo abu salama ayaa waxaa na wada nuujisay thuwayba gabadhii la oran jiray marka falaa tacridan nebigu wuxuu yidhi ha ii soo bandhigina aniga calaa banaatikunna wa akhawaatikunna walaalihiinna iyo gabdhihiinna toona ha ii soo bandhigina macnuhu waa maxay inaan la guursan karayno xaraam ay tahay taxriimka waa laba noocbii isugu jira haddii aad hooyadeed la aqalgashay gabadha waa rabiibtaadii weligaaba xaaraan bay kaa tahay tan walaasha ah laakiin waa intaad iyada qabto un xaaskaaga haddii xaasku ay dhimato ama ay aad kala tagtaan taxriimkaasi waa dhammaaday qaala curwata wuxuu yidhi curwa ibnu zubayr weeyaan cabdullahi ibnu zubayr walaashii thuwayba nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo waxay ahayd mawlaatun liabiilahabin addoon uu lahaa abiilahab oo qisadeedu waa tan siirada macruufka ku ah abuulahab naftirkiisa uu xoreeyey
لأن النبي قال نوجنت أي نوجسي درت هذا صلوات ربي وسلامه عليه. كان أبو لهب أعتقها أبو لهب وحريي فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لي نوجسي. فلما مات أبو لهب أو لهب مركو لنتي أريه وحالة سيئي بعض أهله ريركي سيقار كمده وقصدا ويشيغان لكن وحكم لغا مقاذن أيه وحكم أهو لغا قاذن أيه مالي رؤيا نويان رؤيا دا نسيدة دا بأحكام لغا مقات رؤيا أحكام شرعي لغا مقات رؤيا دا أخبار رم بين نقون كرتا بين بين نقون كرتا إلا رؤيا دا أنبياد يدو وحي هاي لقصد نبي الله إبراهيم إلهي واتو قرآن كينا وشيغي ويل جيسي مركو وشيغينا وكير يا أبت فعل ما تؤمر أمر ويان أنبياد الله الرؤية ذو وحي سمي وحي إلهي كفره وايا مركو وحي يري قار كم إذا كان أبو لهب أعتقها أبو لهب وحي أهامد حرية قبرنا فلما مات مركو لنتي أوريا والله تسي بعض أهله رير كيسي قار كم إذا أي وحي الله تسي بشر خيبة حيبة حالة آد وحن إستقوى كسوغن إنني لهب القرآن كينا وقشي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وحوها قفك أدون كن كن ولا أمدن أه يقول ري الله قب بشارة النار سوق أدون كدور سعدة سيصلى نارا وفعل مضارع ويان وقلي دونا ما هدين وقلي وقلي دونا نارا ذات لهب إسقى إيوه وامرأته حمالة الحطب قيس مرك أهل النار أها يقول الدنيا دور سعدة عياذا بالله حقنا والنبي أذيرك الرون أهو أبيه لدش بل سيدة أذكو واي شر حيبة إسقوا حالة آدوحن قال وحو يري ولا لحظ لي الرؤية دي رؤية دي قده دي بقى لقو لحظ لي بعض أهله نويا لما شيقن عدو يحي قال وحو يري ماذا لقيته أبي لهب كورا محل قولا تيبا لقو يري حالة هذا كور قال وحو يري أبو لهب لم ألقى ما أنا لكل من بعدكم قذاشين سيدان أصول لنتي خيرا وناك ودنبا وحوناك إيا خير وأن لكل من مبجر تبين بحيراته غير أني لكن أنيغو سقيت والئي ورابيي من هذه تن تولج إذا وثويبة ثويبة أنيغا والئي ورابيي حق إذا بعتاق ورابنت حرينت إذا ثويبة أهيد ومعن هو محي مركي النبي النوجيسي وأصو بشاريسي النبي النوجيسي حربة تهيبو كيري محيي أهيد مرك لأجل فرحة النبي صلى الله عليه وسلم مرك إن يرأو حاجرة تنو جنتي أي نوجيسي إن يرأو عنيق عذابك لإيقا خفيفية حلقة وهي من هذه تاني بعتاقتي وثويبة حرين تايدي أنا ثويبة حريي من أجل رضاع النبي أي نوجيسي درت يدون أحري الحيبة اللي يرين الحيبنا وعلى نهاية بكسر الحائي حاذو الله أصلق المهملة الحالويا حالة معنا من شر حيبة أما شر حيبة حالة آد أحنويا وعن أبي هريرة وحلق وري رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل منكم وكل منكره بين المرأة إيو وعمتها إيدادي دي ولا بين المرأة قبرني إيو وخالتها هبر يرتي دي وإسلاني هبر يرتي أم إسلاني إيدادي اسكم الدرسن كريسيد سيدا يدي ولا شيء ذا بعد نأكل من كرينين مركب قلوين كير هذا أنه قرآن بس بان قادنا إنا وحاكوتر هذا كعسلانتا إيديد إذا قرسو إسلانتا أقبتيد هبر يرتيد نقرسو كله وحرام هدي حرامتها قرآن مقرين سنة النبي قال نوشكت عليه الصلاة والسلام هدو يرى هذا ويبنانتا وان قرسن كرانا وكافر بالله سنة النبي قال عليه الصلاة والسلام قفك إن كراء ديدنا وكافر مركا إن لسكا إلى اليوي قلوا إنك قرآنيين بقلا لو يقنا قرآنيين سماع وبنتو قفك قرآن كدون يهديك النبي جنا كمتك كرو حيل إلهي بير وإن تطيعوه تهتدوا هذا النبي أطيعان وهنون إنسان إلهي أمر بينقص يوحير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عمل كنا هبرينا وعملكم حكبريا هذا إلهي أطيعين عملك وحكس وقاد ملي ولو أنفقت ما في الأرض جميعا dulka waxa saaran dhan hadaad bixiso hadaada nabiga atiicina waxba ku tarimaa amalkaagu wax uu ku taray male marka sidaa darteeda wala tubtilu a'malakum wa an uqba ibn amir marka meesha
xadiidka wuxuu inoo sheegay islaanta aad qabtay ee dadeed ama habaryarteed inaan la kulmin kareynin وعن عقبة بن عامر وحى لغوري رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري إن أحق الشروط شرط وحى أحق نمبذا إن لأوفي ويانه أن توفوا إن أوفيسان به حقي سما استحللتم به كان أتكوب النيستين الفروجة فرجق أتكوب النيستين شرط لأوفيو لفوليو بلن لفوليو وحى أغم مهمسا وبلنت بلنت لغوب النيستي قبل فرجق هذا ومعنه وامح guurkaaga ma diidanin laakiin saas iyo saa iyo saa inaad ii yeelayso waayahay baa tiri waa inaad u fulisaa way laakiin almuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaala xadiidkaana soo qaad muslimiintu waa shuruudoodii waxay kala dejisteen iyo go'aanadooda waayahay ilaa inay wuxuu yihiin wax xaraama inuu xalaal ka dhigay ama wax xaraama xalaal u bedelaya mooyaane haddaynan taa ahayn labada dhinac ah waa bannaantahay wixii intaa ka soo haray gabadhii waad guursato waxay ku tiri aabbahay maaragtaa waayeel weye isagaan u khidmeeya ay hooyaday ka aqdhaqaaqi maayo iyo halkanaad iigu imanaysa waayahay baa tiri hadhow markaa inaad tiraahdana anaga ku qabee soo bax maya ma shaqaynayso ballanta waxay ahayd inaad fulisid marka hore diidi kartaa intaydan ballanta gelin waa diidi karaysaa waxaad odhan kartaa maya waxaad dhihi kartaa nooc kale laakiin mar haddaad ballantii qaaday waa inaad fulisaa haddii ragga qaarkii sida laga saxiixay la yiraahda ilama guursan kartid ka waran mas'alada waa mas'ala khilaaf cinda alculamaa laakiin sida saxa cali bn abi taalibna uu oranayo fa shartullaahi awla ilaahay shartigiisaa ka horreeyey oo ahaa mathna wa thulaatha wa rubac in laba la guursado saddex la guursado afar la guursado ilaahay baa xalaal yeelay marka wax ilaahay xalaal yeelay ma oran karaysa xaaraan baan kaaga dhigay adiga taa marka ma bannaano sidaasaana wanaagsan ayib qofkii ka ogolaaday u taalla وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق نكاح الشغار هو نكاح جري جري واجي جاهلية ذا ولقى يا بنا جميع جانا إنه كجري جري نقن كهرة ومحيتها هاي وهايتها هاي لمن نبى وحي دون يعني إنه جور سدان مركا أضيال ويانا وحلي ونيه قبل هذا إسي وهاي هاي أدنى قبل هذا إسي هاي حبل لك لقاذن ماي كهودن محيا هاي بقول نافين لقى قاتس وما هين هاي لكن أضيع أن وحكفرنا يا تاكله innaga waagi hore saasaan samayn jirnay jaahiliyadii carbeedna sidaas ahayd waay ma bannaana xaraam weeyaan shigaar baa la dhihi jiray naha waa reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam can nikaaxi shigaari washigaarna waxaa la yidhaahdaa an yusawija alrajulu ninku inuu u guuriyo ibnatahu gabadhiisii ama tii uu weliga u ahaaba walaashiibay noqon kartaa gabadhiisay noqon karaysaa waxay doontaba ahaato calaa an yusawijahu alaakharka kale inuu u guuriyo weeyaan ibnatahu gabadhiisa ama gabadhu weligiisa uu u yahay isagu وليس بينهما يدو أن لك لقادني إن صداق وح مهر أنا وحول أن لك لقادن مايو قبر هذا إسي مهر وحن كأجل جيا قبر إذا أنا كسيه خلاص وحول حول اللي صلاف سدين ويان ما بنانا مهر كان سيدي سبب وحق قبر له أي لا ذا أضيق شقك ملا يلا إسكاله حتى يا أبه إسي سام نك جور سدا إسي سام عد كلا إسي سو يلا إسكاله عد إسكاله مجرت وأنا يلا هين وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحورنا يا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي قوارب عن نكاح المتعة قورك متعة اللي يراه هذا يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية هي لبكي ضميرها لنقضان النبي قوارب عليه الصلاة والسلام حديث كان دور فائدة بولية وكو shiicadu waxay yidhahdaa mutcadu waa bannaanta cali ibn abi taalib baa warinaya iyagu didta ku yahay maanta maxaa yeelay iyagu cali agtooda waa qadiis weyaan oo waa qof tahiran wey hadday taasi dhab ka tahay cali ibn abi taalib xadiidkan waa laga warinayaa biasaaniidin saxiixa ayaa looga warinayaa waa laba haddii mutcada la dhihi lahaa way bannaantahay yowma khaybar baa la diiday sanadkii sideedaad ee islaamka iyo wixii ka dambeeya xaaraan bay ahayd ijmaac alumma waxaa kaloo meeshan nebiga calayhi salaatu wasalaam isla gogasha iyo meesha uu ku xaaraam yeelay xumur alahliya
dameeraha inuu dhaqanno iyagana waa xaraam way cunistoodii hilibkoodii oo waati intay iyagoo gowracday oo digsiyadii ku guray waatayna soo aragnay nabigu inuu yiri daadiya xumar ahli lama cuni karayo waa xaraam way dameer dibadeedka baa meeshaana kaga baxay marka isagu waa la cuni karaya أنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها النبي قال الله واربي عن نكاح المتعة واربي نكاح المتعة محال يراه ذا ونكاح اللو سميه وقت معينة إن اللي يراه ذو سند بانكو قبيا بل بانكو قبيا مال بانكو قبيا ساعد بانكو قبيا وقت إن لو حديده أنا قال هل كان نجوغا سكول بان لكتا جامعة بان لكتا إنتا جامعة دا لغانا يانكو قرسانا يا واي أنا قلت كي أرضي بانها إنو سكو ميل قارنا أفرتا سنو ما هي حرام وي. ما بنانا طيب هدي مرك قفك النية دي سأي كجرتو أمونا شيغن هشيس كونا معها لكن إساقا وحو الليه إنتان ميشن جوغو مدون هيو إنا نزينا كل عيه قفتان الربعين إسكا قرسو دو هدو مركا مبحينا وفر يا كور خائم باتها مركانا خائم باتها وإنا النية دا داد أشيك تا قفك إنا دن كد حيلو قور كسيدي سبا ووح مستقبلا qofkan uu kugu tashanayaa noloshiisi oo dhan adigu ina tiraahdo marka maalmaan raba xaraam weeyaan ma banaana mutaamal noqonaya guurka noocaas oo kala hadii la sheego ha laakiin hadaan la sheegin oo qofka niyadiisa ay ku jirto mutaamal noqonayo laakiin khiyaano noqonaya khaayim baa tahay marka ma banaana sinaba uma banaana marka guurka waqtiga loo xadidaa la yiraahdo ma banaana sidoo kale nabigu wuxuu xaraamiyay xumar al-ahliya dameerihi la dhaqanayay dameeraha la dhaqdo ee aynu dhaqanno weeyaan aynu rarka saarano ama reer miyigu ku guuraan ama qoryaha la saarto ama cawska la saarto ama wixii lamid ah ee aynu dhaqanno kuwaas loo leeyahay waa xaraam wey caanahoodan banaaneyn hilibkoodan banaaneyn waxaas oo idil wixii ka yimaada iyagana ma banaana oo saabuunta laga sameynayaan banaaneyn jiiska laga sameynayaa caanahoodan banaaneyn waxyaabaha soo idil maanta iyaga ugu caana qaalisan inaad ogtihiin wey litrkii waa dhowr boqol iska ilaani yurub aad baa loo dhaqdaa caanahoodana waa qaali jiiska laga sameeyey xataa saabuunaha laga sameeyey waa qaali looma dhowaan karo waxay ku leeyihin waa more protein weeyaan caanahooda annaga nafarkeenna qaar baa cabi jiray baan umaleynaya xiiqdheerta markay ku dhacday ما بنانا حرام وي كوفرت ما بنانا مركا وعن لحوم الحمر الأهلية وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي قال له وحيري لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال وحيري لا تنكح لما قرسده الأيم قربتي ويان أما عرمالي دي واحد راهدي دي حتى تستأمر إلا لقى عمر قاتو أمر لقى قاتو ورهب لا يها وإن كان أكو صوت وإن مكو قوري نها وإن إله وحضشو أمر وإن لسيو لو يدي أمر كين يدو عقادتو يتراهدو قوانا يقادو ولا تنكح لما قوري ويان البكر تيغي بكر ذا هيدنا حتى تستأذن إلا لقى إذن قاتو نبي قول لابدي عبارة واكل دوي تنا أمر بويري تنا إذن بويري استئذان هذانا صحابة دي وحاكو أدكاتي قبر بكراء ولا يقانا وحشود بضنت مركا قالوا وحيرا هذين يا رسول الله وكيف إذنها وقالان شهيد ومحيون نقونيا قال النبي قال وحيري أن تسكت لفظي قرانا وحي أراني صماتها آموس كيذا ويان ماشا مركا انتو مركي واقع جوغي مينا ليه جيرين هاها نلو قوري ماشي قوة ما أنت جوجي إلهي وجهي حال كودو مساجد بين جوجنا موكت إصلانتي يدا وبلان تنيك هاي سوا ورادي كيكو قرسنا يمي شيخ إن لي قرسنا عن ربا ولا قرسنا يا مارين هبلاي وقتك أي وقتك إن عقد نوسة ميسيت هم نبي كان هل كانوا يحولي يا هاي ويبحشون يسايا سيدن ويدي نبي ليه صحابتي nebi gana wuu sheegayaa wuxuu leeyahay idankeedu waa inay aamusto ma lagu guuriyo hadii la yiraahdo intay wajiga dadbatay indhaha ay laabato macnuhu waa way ogoshahay wey lana assukuuta calaamatu rida wa tiil oran jiray ama daliil wuxuu yahay raalli ahaansho marka inay aamusto taa idinka xishooto taasa daliil u ah iyo maanta maxay maraysaa inay iyadu ballantii wadaadkaba samaysa iska dhaaf cid kale
ما هميد من أهلاو من أهسد حنتي صامرتي أنا أركي معناه وحي كنت سين يسا رفع الحياة إن حشوت كلا قاضي رفع الحياة كانوا حد دليله هي رفع الإيمان حيث النبي وحير عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وحغريزه حياء لا يرى هذا إلهي ضدك كبيري سبحانه وتعالى حياء قاسي إن لوايو وحنا دليل أمونكر كمانت ضدك هو رأيك حشون جرين لكن وحعابه يدقف وينو نوين إنو وضد نحي هذا وحكوعنه لكن ما دو إسكا عادي وإسكا عادي ويان وحبا نبما له وحلا قحشوه ماها وحبا مركا علماء الإسلام كون مركا إيكاها الليان وحنا وحياء كان لما قال رئيسك مرنبا وحنا وحويان وحيابك هوسية وقفك إنو إلالي وحيرية لدونيو رقم بين اللهين إن لحيرية لدونيو إن لدلاعية أنا الله أقلين يوحي الله ميته كتب الأداب علماء ذو قرآن مدونين إن أنسيفه قانو واختي قاين نغير واي مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إذنك ذو وحويان أن تسكت إني آمستو أما صماتها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيتري جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قصد المركة أنت إلى نقلين قبرنا هدي أيضو هذا الشنة وخير ملا ما نعي كريسا إنا إذن بلو يدينين هاو نعي كريسا أوام حيوة قورمة هدي قبرنا يرتهي آبهيدنا ومنفعة ذي وناقي ذي كتالين أيو يوضو آنان قارين با أما أوسان لابطة شنبو وأقورين كرا ومحاء الدليل علماء ذو وحير هذا وحاء الدليل أبو بكر الصديق عايش مال لقو يديه مال لقو بحيه طوانا ورغو محيسو آبهدون بأن نبي قسية عليه الصلاة والسلام مركا محايا لي آبهد وحو قرن ينفع ميشو قجر يواناق سيدا درت يدون النبي قسية عليه الصلاة والسلام ساسو كلا هديتها وقبرنا أيرتها وعقل أين الله هين قرن كرين يذو وناق يذو وحو قجر الدنيا آخرة إن والد كيد أتلي عرب مالها مركا تكلا وحا ماشا كجرتا وحا ايتاي دمر دمر ما بحيو قف دمر دمر ما بحيسو تتكا قار باد اركيسا دين تا سيدين جاهل اينو اغنى قبرد ايا جوغا اللي ذا هاي ولي قيدي او مايا هوايا داد با جوكتو كولي او مايا داد با كسين لايت هوايا دوح ما بحيسو ولي من نقطو هوايو ووالد لكن ولي من نقطو ولي قوا اينو نرغ النقضة آبيه هدي اللو اي اووغي آبيه دالي هدي لوايه ولا عليه اذير ردي عد كلبه هدي لوايه ابن عمي وينو نقضى ان اذير كي جينيه يا امر كان ونقونيا ولي ونقونيا عد كلبه هدي لواي وكا امر حيل دخلكيده يدا يلا اسغا يلان لها سوما هدي دمتها ما انت اسغا امر كا غوغش سو فريسنيو بخينيا غبدي نادرتي هي وهكذا قصدا امر كا وقصه كلا اي عائشه نوغه شيكينيس رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت رجاءت امرأة رفاعة من الرافع القرظي وينك الأورنجر آيات مدها وين ذي وقبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت كنت وحانها عند رفاعة القرظي فطلقني وائد فريده فبت طلاقي ما يشانرك وطلاقي سدح ذا هدون ماذا بيتوت ذا وحل يرى هذا فوق هذا الكبرى والصغرى بيتو تدي تنوح ويان تي سدح ذا هيدا لا رجعة له أصلا أنا المركي لي دعين وفري وسعش ذي وفري وسعش ذي وفري هدنا الله وحورنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة حتى تنكح زوجا غيره كل بنكر ما يو إلا أي ننكله وسوق قرصده ومركاك انتي إسكود يسوق قرصدان إسكود أكلتغان كدب أي ننكور كل بنكر إيسا قبرنا ما دام أي رفاع القرضي كالتاقين ويبحذي مدد بضيد وحي قرستي عبد الرحمن اللي يراهضو عبد الرحمن كينا وحباك كمدفين وحي دونيسي ويكالتاقين نبي قيوتي مدو عليه الصلاة والسلام هاوشاني أشيكتي مركة سيدي وحود عين نبي عليه الصلاة والسلام أرنتي بوكاها اللي قوان كي واكن مركة نبي عليه الصلاة والسلام ويري شريعة الإسلام كي نوت المانتي ووامحي وحي تري قالت وحي تري كنت وحنا عند رفاعة القرضي فطلقني وافري فبت طلاقي قوي فريتان كيجينا سدح ذيب ويدمادين فتزوجت بعده قذاشي وحن قرسدي عبد الرحمن أيان قرسدي ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة
الثوب أضيب آها وإنما معه إسلام عيسى وحا آها مثل هذبة الثوب مرض على الكيض وكله معنى هو محوى كناية وصربيب ويان معنى أنين وحسكو هيبا ما هين بأضيكو نيدو لها وونا قرسده ووحا قرسده لكن إلهي سبحانه وتعالى أود أما سينين حبنتي ترنك هيد هذبة الثوب وحا ليرا هذا مرض مركة فرقة لقب حيو دنت قولوا يمكن كوفرتها يقانا الاندق الله سمييو محالة دي جيري ترشك فرقة تاسا ليرا هذا فرقة مركة وحي كاودا وحويا ننكني حق الرقاني ماذي أود ملاح لكن نمان رقاني ملاح هين الأقفر دين مايو أقفر دين مايو لذا يوضو مركة واسود دعوتي iyada khiyarka lahayd inay aqfar dhidana way leedahay inay iska ka eed sheegatana way leedahay oo marka halayga fura ay tiraado wa inna ma ma'ahu isaguna waxa miciisa ahaday mithlu hadbati thawbi wayan fatabassama rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulka allahu wa dhola hadii maxa yeelay waxay doonaysu garanaya wa qala wuxuu ku yiri turidina wa waxa doonaysa miya an tarji'i inad ullabato ila rifa'a hadu ninkan ku furo kaaga hore marka xalaal baad u noqonaysa ki horad u laabanaysa sawma ha inta inin jawaabin ba la ba lagu yiri maya hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqi usaylatak maya illa u dadhamiyo macaankaaga iyo malabkaaga adiguna malabkiisa aad dadhamisid macnuhu maxaa loo la jeedaa iyaduna waa sarbeeb kale wa kinaay illa aad wada saaxateen google macne oo dad isqaba marka taa macnaheedu waxa ay tahay hadii uu ninkii yiraahdo waan guursaday hadana waan furay iyagoon is aragba guur lama yiraahdo ka هقول لما يراده شرعا معني لو اعتبار ما يوقفك إن نك هذه هو رأي كل عبان كريس أبدا لو اعتبار ما ي. مرك النبي جوا ديدا عليه الصلاة والسلام. قالت وحي تري وأبو بكر عنده مرك وسدا أي لهيد النبي جوا حل جوجي أبو بكر وخالد بن سعيد بل جوجي بالباب الباب كل جوجي سجنا ينظر وحي سجية أن يؤذن له إن لا قلانش هو يديسته وإن لا قلاده سجية. النبي جيا أقفل يا أبو بكر الصديق. ninka la yiraahdo khalid ibn sa'idna albaabku taagnaa waa soo gargaraacayo in loo ogolaado sugaye fanaada waa dhawaaqay yaa abaa bakr yaa dhawaaqaya khalid ibn sa'id albaabka taagnaa baa dhawaaqaya waa saddex rag ah waa nabiga calayhi salaatu wasalaam abubakar asidiiq iyo khalid ibn sa'id oo albaabka taagan laakiin wuu maqlayaa sheekada gudaha ka dhacaysa oo dhan marka muxuu leeyahay yaa abaa bakr inaan abubakar inuu nabiga la joogu ogyahay يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ميذا مقلين تاني وحي النبي أكتيس كل واقي سوي لذا كأد بي ويان كعير مش لكن وحل عيرية ما هي وأحكام شرعية ودين ويان دين تيدي بين النبي قولت من عليه الصلاة والسلام يدو ويدينيس وعن أنس بن مالك وحل قوري رضي الله تعالى عنه قال وحي من السنة وحاكم إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج الثيب على أقام عندها ثلاثا ثم قسم هذول نكو حاصل بعد جورسدو تيسي هرة تنقول لك جورسنا يو لبا مدوية إنا يتهاي قبر إيه إنا يتهاي عرملي كروب هداي قبر تهاي تضبع عشاء يولد جوجيا كديبنا معلمه بوق قيبنا يا إنا يتهاي كروب أو tan uu guursanayay tahay garoob saddex cisho la joogaya kadibna waa qaybinaya sidaasaa sunnada nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam oo weliba waxaa sii tilmaamaya xadiidu umu salama radiyallahu ta'ala anha ma arka halkani wuxuu ahaa umu salama nabigu markuu guursanayay waa tuu abu salama ka dhintay nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex cisho markuu la joogay maalintii afaraad uu doonaa inuu baxo yay ku dhagtay nabiga nabigu waa qusla calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ma inaan joogaa rabtaa ha inta aan kula joogay in la eeg baan iyagana la joogayaa marka ciyaada ka dambeeya waa waqtiga mid walba intii lala joogay inta kalena la siiyo markaasay faraha ka qaaday marka saddex cishay lahayd xaq u leedahayd hadday garoobta hadday gabar tahayna toddoba cisho weeyaan qaal abu qilaabata oo hadalka hadlayay baa wuxuu yihi abu qilaaba cabdullahi ibni zayd aljarthumi baa la yihi ibnu jarthum aljurami aan dhahe walow shitu nabiga laqultu anas wuxuu yihi cabdullahi ibni zayd aljurami baa dhahaya walow shitu haddaan doono laqultu waan dhihi lahaa ina anasan رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركا مركولها نبي كوري عليه الصلاة والسلام وأنا سيد الصحاح وعن عبد الله بن عباس وحلق وري رضي الله تعالى عنهما
قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله هدي لو أن أحدكم هدي متكين إذا أراد أن يأتي أهله مرك أهلك دون يينو أتغو إتيان كنوا إتيان الجماع بالولجيدا وقال مذيوي قوشي ويان قال إن حدود لها معني مرك ريركي سأقل مونا يهدو يراهدو محودها يا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر هدي مركاسي إلهي أقدره بينهما نحذو ولد عرور هدو إلهي أقدره في ذلك وذا سيح شضع وذا سيح ذين قوش أيضا هدو إلهي أقدره ولد لم عرور وياني لم يضره الشيطان أبدا الشيطان مر بكري ولقينا مركاتني وأهرين نفع نوله قويس كيس قور سديب على قحد ليا إنين دعاء كتجين مرو البوي وذا سيحنا يان بسم الله مقع الله كوب الله بنا يا اللهم إلهي وجنبنا نقفوغي الشيطان وجنب الشيطان الشيطان نكفوغي ما رزقتنا وحد نقو أرزق ذي وحد نقو أرزق ذي أولاد أهنا إله كفوغي الشيطان آنيق يحاس كيغانا وذا سيح الشدنا وذا سيحان إن إله نقفوغي وعلماء مر كيف سير أيان مركو إبليس ليا هي إلهي ونلو ذاك سنة يا وشاركم في الأموال والأولاد ولد ولو ذاك سنة يمحوية هي وميت كستو أن دعاذن لله إيمانين بيدهان علماء وصاص يكون معنين جرين لم يضره الشيطان أبدا شيطان ولقي مرد بكريه وعن عقبة بن عامر وحلق وري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إياكم والدخول على النساء قف يدمر كاها إلا قبي إن لو قال مركنا نبي وديد عليه الصلاة والسلام إياكم إذنك يوحان إذنك لديقيا والدخول أقلتان على النساء دمر كي لو قالوا دمر كي إلا قبي إن لو قالوا قريقا أو قالان شيئون لهي سنين أما أو قال لآن لو قالوا تاسا لديد يا قريقي فقال رجل من الأنصار نين غير أنصاريد أبا وحير يا رسول الله أفرأيت الحموة دمشيقي كوران وآه نينك ولالكي ويان قال النبي وحير الحمو دمشيق الموت غيري ويان سو سوكما بس يجرب دوتك لو أدري غيري ويان ومعنى النبي وحير ديدي عليه الصلاة والسلام قفك دمر كهائي اللقبي إن قرق اللوغو قالو يضوح لجوغو محارمنا أي سنجرين هذه dad kale ay joogan guriga inaad guriga gashaa marka dib male lagu ogolaaday in dad badan baa jooga laakiin keligeed ido joogta inaad ugu gasho hadaba waa yahay rasuulka allah aniga ninkii ila dhashay hadii uu gurigi taga ka waran rasuulka allah inagu dib malahayn nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kaasi waa ba geeriba oo macnuhu waa maxay culimadu waxay yiraahdaan laana wahmiga isaga laga qabo ama dareenka laga qabo waa yar yahay sida dadka dareenka looga qabo looga ma qabo waa walaalkay in aan tuhuma way adagta in aan dhibaateysta way adagta marka sida darteed haday xumaani meeshii dhacdo shaydaana uu yimaado isaga sida lagu tuhuma markiiba way adkaanaysa laakiin dadka kale maxaa meesha keenay waa markiiba tuhun baa imanaya marka isaga iyo dadka kale ragga kale isku mid ma aha way qala wuxuu yiri alhamu دمشق الموت ويان إنكونا نبى وما لحين به ولمسلم وحورنا عن أبي الطاهري عن ابن وهب عبد الله بن وهب ويقال إنه يري سمعت وحن مغلي الليث ليث بن سعد ويان يقول يسوع رهية الحم وح لي رهذا أخو الزوجي وننك قبر قبا ولالك وما أشبه محاك قد ويان يسقى إيوه وما أشبه وحي أدوه ومن أقارب الزوج ننك لين عيسى إن أذيرك uu noqon karaa walaalkii buu noqon karaa cid allaali cid isaga la siman oo dhan baa noqonaysa macnihii ragga ibn al-am wa nahwi in adeerkii wixii lamida kulligooda baabkaas ay soo wada galayaan wallahu subhanahu wa ta'ala ayyakum